أهلا بكم من جديد. يكثر الحديث هذه الأيام عن التيسير أو التسهيل الكمي كسياسة نقدية غير تقليدية تقوم بها البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد وزيادة السيولة، وتلجأ إليها المؤسسات النقدية بشكل عام لمواجهة تفاقم الأزمات الاقتصادية والتي يعيشها العالم حاليا، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا. لنتعرف على تفاصيل أكثر يشرفنا الليلة الخبير الاقتصادي هاني توفيق. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ هاني. ومصطلح التيسير الكمي بيتداول بكثرة هذه الأيام كأسلوب حديث ربما لإدارة الأزمات الاقتصادية والنقدية، لكن ما آلية تطبيقه؟ طيب، أنا عايز أقول الأول التيسير الكمي بالإنجليزي اسمه quantitative easing، وده مش حديث قوي، ده ابتدى من أيام الكساد العظيم في أمريكا في 1929، وبتلجأ إليه الدول. خلينا نقول البنك المركزي السياسة التقليدية المعروفة عنه، تعرف البنك المركزي هو مسؤول عن السياسة النقدية. التقليدي ايه؟ انه انت لما بتلاقي في حاله انكماش او ركود عايزه تشجعي التشغيل والاستثمار، فالبنك المركزي طريقته الاساسيه انه يبتدي يخفض سعر الفايده علشان يشجع الناس على الاقتراض والاستثمار والتشغيل، و بيتانو ينزل بسعر الفايده و لغايه لما يلاقي توصل للصفر زي ما حصل في اوروبا، ونيجاتيف كمان، يعني صحيح. وصل لماينس 0.5%. اللي هو من فضلكم ما تحطوش فلوس في يعني يعني الفلوس لما تحطي الفلوس مش لاقيين، لان ما فيش طلب عليها من الناحيه الثانيه. فابتدتها امريكا مع الازمه الماليه، يعني في العصر الحديث ابتدتها امريكا مع الازمه الماليه العالميه في 2008، وابتدت تخفض سعر الفايده وما جابتش نتيجه، فابتدوا يضخوا فلوس. بيضخوا فلوس ازاي؟ بيطبعوا فلوس، وبتيجي وزاره الماليه للبنك المركزي تقول له انا عايزه فلوس. بيبتدي يا اما بيبقى عن طريق سندات، او بيخشوا يشتروا على طول اصول، زي مثلا سيتي جروب على سبيل المثال كانت بتفلس خالص. الحكومه دخلت اشترت اسهم سيتي جروب علشان تحقن فلوس في المجتمع. هذه الفلوس تخش المفروض للاستثمار والتشغيل. دايما بقول لك الاستثمار والتشغيل، لان الامبلويمنت مهم. الاستثمار يعني رجل السياسه دايما عينه على انه ما يبقاش فيه بطاله، يبقى الناس كلها بتشتغل. لما بتشتغل بتكسب، بيجي لها دخل، لما بيجي لها دخل بتنفق، لما بتنفق بتفتح مصانع جديده، وهكذا دوران النقود بيكون بالظبط كده. للاسف ال4 تريليون دولار اللي طبعتهم امريكا في الكوانتيتيف ايزنج كلهم راحوا في البورصه. يعني الفلوس جريت على البورصه. تشوفي داو جونز ضرب اعلى ريكورد عنده في تاريخه في الفتره اللي فاتت. التضخم ما زادش. المفروض انك انت لما بتطبعي فلوس وتحطيها في السوق بتعمل تضخم، لا التضخم لسه المستهدف 2% ومش عارفين يجيبوها، لان الفلوس راحت في اندماجات واستحواذات وبورصه، ما راحتش في الاستثمار والتشغيل. لكن دائما مساله طباعه النقود دي مساله يعني شائكه جدا و لها محاذير كثيرة طبعا طباعة فلوس حصلت في اليابان على سبيل المثال. اليابان طبعوا فلوس كتير قوي، ما حصلش غير ان قيمة العملة قلت. كان الدولار 80 ين مثلا او حاجة، دلوقتي احنا بنتكلم في 110 وما نفعتش. اللي انا عايز اقوله كمان مهم قوي انه السياسة النقدية، انا مرة كتبت حتى مقال كبير قلت البنك المركزي وحده لا يكفي. السياسة النقدية مش ممكن والا بقى سهل اي بلد عندها مشكله تقعد تطبع فلوس صحيح. وتنزل، لانه في النهايه الفلوس المطبوعه لا تعبر عن نشاط اقتصادي حقيقي، انتاج حقيقي. فلابد من ان يبقى في موجوده، ودي قلناها حتى في مصر هنا، يبقى في سياسات ماليه مصاحبه للسياسه النقديه التوسعيه اللي احنا بنتكلم عليها. سياسات ماليه خفض ضرائب، سياسات ماليه انفاق حكومي، انفاق حكومي كبير. نو انفاق حكومي، انفاق حكومي اكتر. يعني برضو لجأت لها بعد الحرب العالميه امريكا في مارشال بلان، بتشغلي ناس في انفاق وفي كباري وفي طرق وفي سكه حديد علشان تصرفي، ولما بتصرفي بتشغلي الناس، ولما بتشغلي الناس بتولدي دخل، وهكذا. للأسف مصر هنا ما برضو بعض المبادرات اللي تمت قبل ما توصلي بسعر الفايدة الحقيقي، مش سعر الفايدة النومينال، مش الاسمي. سعر الفايدة الحقيقي هو عبارة عن سعر الفايدة النومينال زائد التضخم، ماينس التضخم. فاحنا التضخم عندنا المفروض يعني بنتكلم على 7%، احنا دلوقتي 13 14، يبقى انت عندك سعر فائده حقيقي حوالي 6 7%. ما ينفعش يحصل تيسير كمي دلوقتي في مصر الا لما سعر الفايده ينزل يوصل لل7 8% اللي تبداي بعديها تحطي، والا الفلوس اللي انت هتضخيها هتجد طريقها مره اخرى بره. ليه ما بتضخي فلوس ما بتروحش البنوك؟ لان الفايده 0%. لكن هنا لما تضخي زي مبادرات البنك المركزي وغيره، لما بتضخي فلوس كانت في حاجات ب 5% ساعات، بتجد طريقها مره اخرى وتيجي تروح للبنوك وتتحط في شهادات ب 20% و 18%. وبالتالي التيسير الكمي سياسه نقديه غير تقليديه يجب ان تسير جنبا الى جنب مع السياسة المالية. اللي بفهمه من حضرتك دلوقتي انه غير مناسب لمصر في الظروف الحالية وبمعدلات الفائدة الحالية انه تطبق التيسير الكامل. صح. طيب خلينا نرجع مرة تانية للنماذج العالمية. اليابان كانت من أوائل الدول التي تطبق هذه السياسة في العصر الحديث ولم تنجح، لماذا؟ لا، وفي امريكا نفسها لم تنجح. وفي امريكا انت بتستهدفي معدل، لما بتنزلي الفلوس بتعملي سياسه نقديه توسعيه او تيسير كمي، بتنزلي الفلوس بغرض زي ما قلت لك التشغيل. وبالتالي التشغيل ويبقى فيه طلب على السلع والخدمات، ويبتدي التضخم والمجتمع ينمو ويحصل حاله من الفوران، ونبتدي تاني نشتغل على تخفيض سعر الفايدة. لا، مفيش ولا معامل تضخم في العالم كله مستهدف عرفت السياسة التوسعية أنها توصل له. يعني هي سياسة صحيح غير تقليدية وجديدة وبتهدف إلى أشياء معينة، لكن في كل العصر الحديث لم تنجح في أنها تزق بلد تخلي معدل النمو فيها والتضخم يرتفع تاني. ما زالت أمريكا 2%، ما زالت أوروبا 0، ما زالت اليابان 0، وبالعكس أدت إلى تدهور قيمة العملة. إيه المخاطر الأخرى اللي ممكن أن تنجم عن تبني هذه السياسات؟ أبدا، لو الكوانتيتيف ايزنج ده أو التيسير الكمي أو الفلوس اللي اتحقنت في المجتمع ما راحتش في مكانها، بتزيد الغني غنى وبتزيد الفقير فقرا. وبتروح زي ما قلت لك في امريكا راحت كلها البورصه في مقارب ثانيه اخرى تماما. مش من الغرض منها ان الداو جونز يطلع لغايه اعلى الرصيد عنده والناس مش لاقيه تشتغل. ف يعني عمره ما جاب نتيجه السياسه النقديه لوحدها، لازم جنبا إلى جنب مع السياسة المالية. إيه رأي حضرتك في الخطوات اللي بتتخذها دول العالم هذه الأيام لمحاولة تجاوز تباطؤ النمو العالمي، وأيضا انتشار فيروس كورونا اللي الهلع منه شل الحركة في كثير من القطاعات؟ أنا عندي إحساس إن فيروس كورونا ده يعني أكذوبة، والناس صدقتها. الناس اللي بيموتوا من الكورونا اقل بكتير قوي من اللي بيموتوا من الانفلونزا العاديه. انا بعتقد انه آلة الاعلام الامريكي مع منظمه الصحه العالميه بلغوا جدا في فيروس كورونا، ادى الى ان الصين اتبهدلت. ده IMF والورلد بانك هيعملوا الاجتماعات فيرتشوال، يعني افتراضيه. ما بقول لك اكذوبه والناس صدقتها وعاشوا فيها. وبعتقد ان اذا كان الورلد بانك او IMF او منظمه الصحه العالميه او كل او الامم المتحده او الناس دي كلها دي مسيسه. واعتقد ان امريكا عرفت تضرب الصين في مقتل لانها كانت المنافس الوحيد ليها، وكل التنبؤات بتقول ان الاقتصاد الاول في العالم هيبقى سنه 2030 الصين. وبالتالي ترامب ورفاقه قدروا يعملوا العمليه دي، لكن انا اعتقد ان احنا بعد التقدم العلمي ده والصحي ده كله اللي احنا فيه، مش معقوله فيروس زي الانفلونزا او غيره يبقى مش قادرين نلاقي له مصل. اعتقد دي كل دي حاجات مدبره، انما لها كونسيكونسز او عقبات عواقب شديده جدا طبعا على حركه التجاره العالميه، على احنا بقى كمصر متاثرين طبعا. هيبقى حركه قناه السويس بتقل، تحويلات المصريين في الخارج بتقل نتيجه ما فيش شغل، كل السبلاي تشين بتاعتنا، انا بشتري حاجه قطعه غيار العربيه بتاعتي انا انجليزي ملهاش دعوه خالص بالصين. طلع ان بعض البارتس منها جايه عن طريق كوريا اللي بتاخد من الصين. فحكايه الجلوباليزيشن دي كلها جت على دماغنا طبعا كلنا، والصين بهدلت الدنيا الحقيقه. لانه طبعا كثير من الاجزاء وزي ما حضرتك قلت سلاسل الانتاج يعني الصين طرف قوي جدا فيها. نتكلم عن تحركات أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، في ارتفاعات يعني يوم عن يوم، أين تذهب أسعار الذهب؟ طبعا أنا من زمان عمال بتكلم على الذهب، وأنه الذهب ده هو يعني من أول ما بدأت المعالم الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وابتدى نفتعل معارك في إيران وسوريا والمنطقة كلها، منطقة العالم كله بقى منطقة ملتهبة. بنتكلم على الذهب. الذهب بيعلى مع حاجتين مهمين قوي. الحاجة الأولانية إنه ملاذ آمن، الناس دايما تحب إنها تروح تستخبى في حتة دايما قيمتها محفوظة، عكس العقار أو غيره اللي ممكن يطلع وينزل. يعني البديل الأساسي للذهب العقار، إنما العقار فيه ذبذبة. الذهب لما تبصي على التطور التاريخي بتاعه بالذات كمان بيزيد امتى؟ بيزيد يعني زي ما الفدرالي الأمريكي اليومين اللي فاتوا قلل سعر الفايدة، فكل ما بيقل سعر الفايدة كل ما بتروحي لأصول غير مضره للعائد. يعني لما يكون سعر الفايده عالي هتحطي في شهاده بنكيه، هتحطي في وديعه، هتحطي في البورصه، هتحطي في حاجات من اللي بتجري. لما بيكون سعر الفايده واطي الناس بتستخبى في حاجه، تقول لك ما هو انا كده ولا كده ما باخدش فلوس، علشان كده اسمها ملاذ امن. بالظبط. شوفي بقى لو كان يعني انا عارف انك هتساليني السؤال ده، كنت جبت الجراف بتاعه. لا اول امبارح لما الفدرالي الامريكي نزل الفايده 0.5%، 50 بيزس بوينت، وده رقم عمرهم ما عملوه. لما بينزل 0.5% مره واحده شوفي ايه اللي حصل لسعر الذهب، طلع حوالي 70 $80. فكل ما هتنزل سعر الفايده كل ما هيزيد الفلوس ويحصل انخفاض في قيمه العمله. ما لما بنقول انخفاض في قيمه العمله مقابل ايه؟ لازم في حاجه بتطلع، فالذهب بالتاكيد. رؤيه حضرتك ايه لمعدلات النمو حتى اخر السنه؟ تقارير كثيره قللت من توقعاتها لنسب النمو العالمي اللي كانت اصلا متراجعه بعض الشيء او فيها تباطؤ. طبعا خدي بالك الدين العالمي $250 تريليون. احنا دايما بنقول لما الديون العالميه بتوصل الى 65% من الناتج المحلي بتبقى مرحله خطر. احنا دلوقتي وصلنا الى 300%. فده معناه ايه؟ معناه ان في فلوس كتير قوي موجوده، عرض النقود زايد جدا، الاقتراض بقى رخيص قوي، فبقى سهل انك انت النهارده بتقترضي وتحاولي انك انت تخشي في مشروعات يا اما موجوده يا اما بتخشي في البورصه وفي شركات قائمه بالفعل. الكلام ده كله اثر على انه معدل التضخم بيقل، النمو لازم هيقل نتيجه حركه التجاره برضو اللي قلت، نتيجه ان عندك ديون كتيره قوي لازم تدفعيها، وبالتالي معدل النمو صافي معدل النمو منخفض وهيظل منخفض فترة طويلة. نأمل ان احنا في مصر نقدر نحافظ على ال 5.8% بتاعتنا في وسط هذا العالم المليء بالمشاكل بالأزمات والمشكلات. نرجو وكمان ان احنا، بس انا قلقي كله من ان الكومبوننت بتاع الريل استيت عندنا في المعدل النمو عالي وده ما يتصفش بالاستدامه. فنرجو ان احنا نبتدي مكونات معدل النمو بتاعتنا تروح ناحيه التشغيل والانتاج. بالظبط كده. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، دائما نستفيد من خبراتك الأستاذ هاني توفيق الخبير الاقتصادي. شكرا يا فندم. مشاهدينا ابقوا معنا في مال وأعمال، فصل قصير ونلتقي بعده حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم للتعليم الفني لنتحدث عن الاستثمار في هذا القطاع المهم.